بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمات الصف الأول الأساسي رياض ومدارس الوطن العربي، سأشرح لكم اليوم درس في مادة التربية الاجتماعية. أبنائي الأعزاء، سأسرد لكم اليوم قصة الأخوين نشيط وكسول. في ليلة من الليالي تناول الأخوين وجبة العشاء وطلبت أمهم منهم الذهاب للنوم باكراً. ذهب نشيط مسرعا إلى غرفته ونام مبكرا، أما كسول فجلس أمام شاشة التلفاز يشاهد الرسوم المتحركة حتى وقت متأخر. نام نشيط وأخذ قسطا كافيا من الراحة. أيقظته أمه الساعة 5 ليذهب مع والده إلى صلاة الفجر. قام نشيطا، أما كسول حاولت أمه أن توقظه مرارا ولكن كان يشعر بالتعب ولم يستطع الاستيقاظ إلى الصلاة. تناول نشيط فطوره مع العائلة في الساعة 6 وارتدى ملابسه وذهب في الوقت المحدد، أما كسول فاستيقظ متأخرا وارتدى ملابسه ببطء ولم يتناول وجبة الإفطار. حضر نشيط طابور الصباح وحصل على علامة كاملة في الامتحان، وقدمت له معلمته جائزة على هذا التفوق، بينما كسول لم يحصل على علامة جيدة ووبخته المعلمة وطلبت منه الاجتهاد أكثر. عندما عاد الأخوين إلى المنزل فرح الوالدين بعلامة نشيط، وقال الوالدين لكسول: لو احترمت الوقت ونمت مبكرا لكنت بأفضل من هذا الحال. اعتذر كسول وقال: من اليوم سألتزم بالأوقات المحددة لجميع أمور حياتي. طلابي الأعزاء، من الأمور التي يجب أن تحترم فيها الوقت ومن أهم تلك الأمور الصلاة، كما يجب احترام الوقت في أثناء تناول الوجبات الغذائية. يجب عليك صغيري احترام وقت النوم مبكرا حتى تستيقظ نشيطا ومجتهدا إلى دوامك. احترام الوقت يمنحنا حب واحترام الآخرين. أراكم طلابي الأعزاء في درس جديد.